السلام عليكم، ازيكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. اخر فيديوهين انا نزلتهم على البيوت، وهل اسعار البيوت هتستنى زي ما هي ولا هتنزل، جالي عليهم كومنتس وايميلات كتيره جدا جدا جدا. معظم الكومنتس والايميلات هي اسئله عن البيوت وعن اسعار البيوت والتشطيبات بتاعه البيوت. هل ان انا اوطب البيت بتاعي لما اشتريه ولا اخليه زي ما هو؟ هل التشطيبات ديت اعمل اي نوع من التشطيبات؟ فانا الصراحه انا لقيت الاسئله دي كلها ليها علاقه بالبيوت، عشان كده النهارده انا بقدم لكم القناه الانجليزي بتاعتي. زي ما انتم عارفين ان انا مهندس معماري ومدير مشروعات وجنرال كونتراكتور في امريكا. انا عندي قناه انجليزي ليها علاقه بالتشطيبات، لو انت بتبني مبنى جديد او انت بتعمل رينوفيشن لمبنى قديم. أنا النهاردة هقدم لكم القناة دي لأن أنا متأكد إن هي هتفيد ناس كتيرة جدا، للناس اللي هم ليهم علاقة أو بيحبوا إن هم عايزين يعرفوا حاجات أكتر على تشطيبات البيوت. فخليني أوريكم القناة دي وأقول لكم إزاي إن أنتوا توصلوا لها، وأقول لكم إيه الحاجات اللي موجودة فيها، ولو عجبتكم اشتركوا فيها. يلا خلينا نشوف. أول حاجة، مجرد إن أنتوا هتكونوا على اليوتيوب تحت السيرش اكتبوا ماي رينوفيشن .net. مجرد ما بتكتب myrenovation.net هي دي القناة بتاعتي. ادخلوا على القناة نفسها وادخلوا تحت لغاية البلاي ليست. البلاي ليست هتلاقوا أنا عندي فيه 9 بلاي ليست. أول واحد اللي هو الشورت فيديوز، ودي للفيديوهات الصغيرة جدا. الفيديو الشورت ليست دوت ده فيديو صغير بيديك معلومة قصيرة في وقت صغير عشان الناس اللي هم very busy يعني. شيت رينوفيت ديت فيها ثلاث فيديوهات دلوقتي، ودي بتعلمك لو انت المفروض ان انت تعمل رينوفيشن ولا تستنى شوية. Plan your renovations, project managers، لو عايز تعرف عن الروز بتاع البروجكت مانجر بيعملوا ايه، الاركتكت، انجينير، سوفت وير، ايه السوفت وير اللي احنا بنستخدموه واحنا بنعمل ديزاين. اكستيريور رينوفيشنز لها علاقه بالتشطيبات الخارجيه، انتيريور رينوفيشن التشطيبات الداخليه، بوست رينوفيشن اللي هي بعد انت ما بتخلص التشطيبات بتاعتك او بتعمل رينوفيشن او بتعمل نيو بيلدينج، ايه المفروض ان انت تعرفه عن الوارنتيز والحاجات ديت، وده الكلوزنج. وجنرال دي ليها حاجات عامه على الرينوفيشن وحاجات تانية. خلينا نشوف مثلا على سبيل المثال لو دخلت على الانتيريور رينوفيشن. تحت الانتيريور رينوفيشن هتلاقي فيه الفيديوهات اللي انا حاططها. في صراحه فيديوهات حلوه جدا جدا جدا. الفيديو ده مثلا على الكاربت ونوع الكاربت اللي انت عايزه. الفيديو ده انا عملت انترفيو لواحد عنده شركه كاربت، وهو هنا بيشرح لنا ايه انواع الكاربت وانواع الباد اللي انت المفروض تحطها. فيديو مثلا measuring cost for carpet and tiles، انا بكلمكم على الكاربت والتايلز وازاي ان انت تقيس لو عندك مثلا مكان معين، ازاي ان انت تعمل measuring للمكان دوت وتعرف how many square foot carpet او تايل انت محتاجه. hardwood floor برضو عملت هنا انترفيو مع واحدة عندها هاردوود فلور كومباني، وهي هتشرح لنا في الفيديو دوت ايه انواع الهاردوود فلور. السبب ان انا بقدم هنا ناس وانترفيو ناس، انا عارف الحاجات دي كلها من خبرتي وشغلي، بس في الوقت نفسه يا جماعه انا قلت ايه، انا لو جبت وشوش جديده على القناه بتاعتي القناه هتبقى مور انترستنج، وبالشكل ده الناس اللي هم بيتفرجوا ما يبقاش بس وجهه نظري، انا عايز وجهه نظري ووجهه نظر الناس اللي هم البروفيشنال. يعني مثلا انا راجل مثلا مدير مشروعات وجنرال كونتراكتور، انا عارف كل حاجه على الهارد وود فلور، بس انا لو جبت واحده او واحد عندهم شركه هارد وود فلور وبيكلموني على الهارد وود فلور، هم هيكونوا بيعرفوا اكتر مني كتير جدا جدا او ما بيجي لنقطه الهارد وود فلور. بس اوفر اول انا بعرف ليه، انا بعرف اكتر ليه، لان انا بعرف الهارد وود فلور، بعرف الروفينج، بعرف الكاربت،
بعرف الاكستيريور رينوفيشن، بعرف ازاي بتعامل مع السيتي، بعرف الكونسلتنت مين، البروسيس بتاع البيلدينج بيرميت، البروسيس بتاع نيو بيلدينجز، فبعرف كل الحاجات. فانا لامن بالموضوع كله كمدير مشروع. بس انت اما تروح تتكلم مثلا مع واحد او واحده بتاع ثيرد فلور، هتلاقيهم ان هم هي دي حياتهم، حياتها ان هي كل يوم بتبيع وبتعمل انستال هارد وود فلور، عشان كده خبرتها في الهارد وود فلور هتكون واسعه جدا. وهو ده السبب اللي انا بجيب ناس من بره يتكلموا في القناه بتاعتي، وبسالهم اسئله بتخلي القناه مور انترستنج، وفي الوقت نفسه ان هم بيتعلموا من القناه بتاعتي وانا بتعلم منهم، وانتوا بتتعلموا مننا احنا الاثنين. وهو ده الهدف الرئيسي للقناه، ان احنا نتعلم. من الفيديوهات يا جماعه اللي هو عجبني قوي في القناه دي، هو الفيديو رقم 4، way to save in your renovation. way to save in renovation دوت، مش بس انا بتكلم على الطرق اللي انت بتوفر فيها وانت بتعمل renovation، انا بكلمك على الفيسز اللي اي مشروع بيمر فيها، وخاصه يا جماعه خاصه في امريكا، لان انا خبرتي كلها في كندا وامريكا. فخاصه الناس اللي هم عايشين في امريكا، الفيديو ده هيكون مهم جدا. الناس اللي هم عايزين يعملوا نيو رينوفيشن، الناس اللي هم عايزين يبنوا بيت جديد، الفيديو دوت لازم يتفرجوا عليه. هيبين لهم الستبس ان هو اي مشروع بيمر بيه من اول ما يكون عندك حته ارض لغايه ما تخلصه خالص. وكمان في الوقت نفسه انا حاطط شويه تايم فريم او وقت، انت اما تاخد المشروع دوت وتوديه البلديه بياخد قد ايه في البلديه. من الفيديوهات اللي هي برضو عجباني قوي اللي هو الفيديو بتاع بيست الكتريك فييكلز، الفيديو 27B، في 27A. انا عملت الفيديو ده على فيديوهين. الفيديو ده انتوا هم تتفرجوا عليه، انا بتكلم على نوع البطاريات اللي موجوده في السوق للالكتريك فييكلز، بتكلم على انواع التشارجر لايك تايب 1 تايب 2 تايب 3 تايب 4، عشان انت اما تروح تشتري عربيه الكتريك، خاصه دلوقتي اسعار البنزين في السماء، فانت المفروض ان انت تشتري اي نوع من التشارجر. وكمان حاطط الاسعار بتاعه التشارجر ديت. واحلى حاجه في الفيديو دوت ان في اخر الفيديو انا بكلمكم على بالنسبه لي انا ايه احسن الكتريك فييكل موجوده في السوق. فالفيديو ده الصراحه حلو قوي قوي قوي. الحاجه الثانيه اللي انا عايز اقولها لكم، ان انت اما تروح على الصفحه الرئيسيه للقناه خواطر من المهجر، وتروحوا على كرييتد بلاي ليست، هتلاقوا واحده من البلاي ليست اللي هو ترجمه لقناه التشطيبات. الفيديوهات اللي موجوده في البلاي ليست دي هي دي اساسا فيديوهات انا نزلتها في القناه الانجليزي وترجمتها للعربي. ترجمة الفيديو الانجليزي للعربي بياخد وقت، لان طبعا كأن انا بعمل فيديو جديد، فانا على قد ما بقدر بترجمهم واحد بواحد. السبب ان انا عندي قناة عربي وقناة انجليزي لان انا مش عايز اخلط، مش عايز الخبط الناس، خاصة ان القناة العربي دي بتروح لدول عربية في ناس ما بيعرفوش انجليزي. القناة الانجليزي معظمها موجودة هنا في كندا وامريكا واستراليا وانجلترا، لان هنا الناس مش عايزين احط انا فيديو وبعد كده مره واحده يضغط عليه يلاقيه عربي. هو ده السبب اللي انا عندي. بس انا لاحظت في الكومنتس الموجوده مؤخرا ان في ناس كتيرة جدا بيكتبوا لي الكومنتس بالانجليزي، لان في ناس كتيرة من اللي هم بيحطوا الكومنتس موجودين في امريكا. فانا قلت طالما الناس دي بيحطوا لي كومنت بالانجليزي، فانا قلت ان انا اشاركهم في القناه الانجليزي بتاعتي، يعني ان شاء الله يكون القناه الانجليزي لها فايده لهم كمان. اتمنى ان الفيديو ده يكون عجبكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايكس، ولو عجبكم القناه ما تنسوش ان انتم تشتركوا فيها. والسلام عليكم، ونكلمكم في الفيديو الجاي ان شاء الله. السلام عليكم.